ازيكم واهلا بيكم في الحلقة الرياضية. في الفيديو اللي فات اتعرفنا على الملامح العامة لنظرية الزمرة، وعرفنا ان نظرية الزمرة او بالانجليزي الجروب ثيري هو باختصار شديد العلم اللي بيدرس التناظرات او بالانجليزي السيمتري، وعرفنا ان التناظر هو نوع من المؤثرات اللي بنعمله على جسم معين بحيث ان شكله النهائي بيفضل او بيتطابق مع شكله الابتدائي. والمثال اللي ضربناه هو الدايرة، وقلنا ان احنا لو اخدنا دايرة زي كده وعملنا لها دوران بزاوية معينة، فرغم ان كل نقطة على الدايرة على محيط الدايرة على سبيل المثال اتحركت من مكانها، مثلا النقطة اللي كانت هنا بعد ما دورناها بقت هنا، لكن الشكل الكلي للدايرة فضل زي ما هو، بحيث ان لو غمضت عيني وعملت دوران وفتحت عيني تاني مش هبقى عارف هو حصل دوران ولا لا، ده لان الشكل الكلي او الشكل النهائي بعد الدوران بيتطابق مع الشكل الابتدائي قبل الدوران. فزي ما احنا شايفين هنا ضربنا مثال بتدوير الدايرة بزاوية معينة، ولو قلنا ان الزاوية دي هي ثيتا فهنرمز بالدوران بان هو ار ثيتا، ار جاية من روتيشن بالانجليزي، وهنتفق ان احنا دايما هنعمل الدوران عكس عقارب الساعة. فلو احنا بدأنا بالدايرة دي كده وكانت النقطة هي P وعملنا لها دوران بزاوية R theta، هنلاقي ان النقطة B انتقلت الى النقطة B داش او B برايم او B شرطة، والزاوية ما بينهم هي الثيتا بالظبط. وبنقول في الحالة دي ان B داش هي صورة B تحت تأثير الدوران، او ان ال B داش هي R theta of B. هنا طبعا الار ثيتا بتفكرنا بان هي نوع من انواع الدوال، وضربنا وطبعا ملاحظ ان الشكل الكلي للدايره بيتطابق رغم ان كل نقطه اتغيرت، النقطه دي راحت لنقطه هنا والنقطه دي راحت لنقطه هنا، فكل النقط على الدايره اتغيرت على محيط الدايره اتغير، لكن الشكل الكلي ما اتغيرش. في الحاله دي بنقول ان الدوران او التدوير هو تناظر للدائره. وضربنا مثال تاني هو ان احنا اعمل دوران بزاوية 90 درجة للمربع. فلو انا عندي مربع زي ده ورقمنا الزوايا بتاعته ب A B و C و D بالشكل ده، لو انا عملت دوران هنا بزاوية 90 درجة برضو R باي على الاتنين، طبعا الباي بتساوي 180 فالباي على الاتنين بيساوي 90 درجة. لما اعمل دوران ب90 درجه على سبيل المثال، انا عندي مربع اهوت، انا كل اللي انا هعمله ان انا هلفه بالشكل كده، فالنقطه دي بتنتقل للنقطه دي، يعني النقطه A بتنتقل للنقطه C. النقطه اللي كانت هنا لما دورها عشان ممكن ناخد بالنا حطينا عليها حاجه حمراء اهو، لما لففها 90 درجه هتتحول للنقطه اللي تحت، بعد ما كانت فوق بقت تحت. فهنا الـ A بتنتقل تبقى هنا، والـ C بتنتقل تبقى هنا، والـ D بتنتقل تبقى هنا، لأني بلف الحاجة 90 درجة. فإذا زوايا المربع هنلاقيها بتلف معايا، الزاوية دي بتروح للزاوية دي، والزاوية دي بتروح للزاوية دي، والزاوية دي بتروح للزاوية دي، والزاوية دي بتروح للزاوية دي. فهنلاقي ان الترقيم الجديد هتبقى بي اي سي دي. فلو احنا بدأنا من هنا اي سي دي بي هيبقى الترقيم هو بي اي سي دي. فده مثال برضو للدوران، رغم ان كل نقطة على محيط المربع اتغير مكانه، لكن الشكل النهائي للمربع هو نفسه الشكل الابتدائي. طبعا لو انا كنت دورت او عملت دوران بزاوية مثلا 180 درجة كان برضو هيفضل نفس الشكل محتفظ بنفسه. المثال اللي بعد كده واللي احنا ما غطيناهوش او ما اتكلمناش عنه في الفيديو السابق هو الانعكاس. نفرض ان انا بدأت بمستطيل زي كده اللي هو الاخضر، وخدت خط التماثل ده. خط التماثل ده معناه ان القطعة المستقيمة اللي على يمينه بتساوي القطعة المستقيمة اللي على شماله، سواء فوق سواء تحت، القطعة المستقيمة دي برضو بتساوي القطعة المستقيمة دي. اللي انا ممكن اعمله هنا ان انا اعمل انعكاس، يعني اتخيل ان الخط ده كما لو كان مرايه وان انا بعكس كل حاجه. هندسيا لو انا بدات بخط بمستطيل زي كده، اللي انا كل اللي انا هعمله ان انا هلفه كده، هلفه بشكل راسي بس. ده ممكن اتخيله هندسيا ان انا بعمل انعكاس النقطه دي، ان لو انا عندي هنا مثلا
ده خط التماثل، فهتخيله ان هو مرآة وبعكس كل النقط دي في المرآة. فاللي هلاقيه بيحصل ان النقطة A بتروح للنقطة B، فبعد الانعكاس النقطة A هتبقى هنا، والنقطة B هتروح مكان النقطة A، فالاتنين هيتبدلوا مكان بعض. ونفس الشيء مكان ونفس الشيء بالنسبة للنقطة C والنقطة D، هيتبدلوا مكان بعض. فهنا حصل انعكاس، وده برضو بنلاحظ ان رغم ان النقط اتغير مكانها، ال A وال B مثلا اتبدلوا مكان بعض، وال C وال D اتبدلوا مكان بعض، لكن الشكل النهائي فضل هو نفسه المستطيل اللي انا عارفه من البداية. انا برمز للانعكاس بالرمز F. F جاية من reflection بالانجليزي، طبعا انا ما اقدرش اخد اول حرف اللي هو الار لان انا خدته قبل كده للروتيشن، فانا باخد الحرف الثالث من كلمة ريفليكشن اللي هو الاف عشان ارمز ليه للريفليكشن. فكده نكون عرفنا ثلاث امثلة لانواع التماثلات، او ثلاث امثلة للتماثلات. ودلوقتي هنعرف أمثلة لأنواع من المؤثرات ما هياش تماثلات. يعني إيه أنواع من المؤثرات ما هياش تماثلات؟ يعني لما بعملها بتكون شكل الشكل النهائي للجسم مختلف عن شكله الابتدائي. فدلوقتي هنشوف الأمثلة دي.